إلى القاهرة يتوجه السيد الرئيس محمود عباس لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب السبت المقبل في مقر الجامعة العربية لتنسيق المواقف المشتركة والتحركات لمجابهة صفقة القرن الأمريكية. يأتي هذا الاجتماع في إطار الإجراءات التي أعلنتها القيادة فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته التصفوية للقضية الفلسطينية من البيت الأبيض. نحن بدأنا هذه الاتصالات أو هذه التحركات. منذ عدة أيام أنا التقيت مع سيد رئيس بوتين والتقيت مع ماكرون على اتصال مع كل العرب يوم السبت سيكون عندنا اجتماع للجامعة العربية ثم يتلوه اجتماع للمجلس التعاون الإسلامي ثم عدم الانحياز وسنذهب إلى مجلس الأمن وسنتحرك في أوروبا أيضاً وفي كل العالم اجتماع القاهره ياتي قبل وقت من توجه السيد الرئيس محمود عباس الى نيويورك للمشاركه في جلسه مجلس الامن الدولي التي ستبحث اجراءات وموقف المنظمه الامميه تجاه المخطط خاصه مع تاكيدها الالتزام بحل الدولتين وقرارات الشرعيه الدوليه على ان يجري التحضير لاحقا لاجتماع الجمعيه العامه للامم المتحده بهذا الخصوص وتزامنا مع هذا الحراك الدبلوماسي النشط، تعقد قمة في اديس ابابا الشهر المقبل على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الافريقي، يشمل بيانها موقف دول الاتحاد الرافض للخطة الامريكية. سلسلة اجتماعات عقدت ايضا على مستوى الاتحاد الاوروبي، ناقشت ما تسمى صفقة القرن، عبر فيه غالبية السفراء عن رفضهم لهذه الصفقة. وعلى صعيد اخر ياخذ الحراك منحا قانونيا يشمل المتابعه مع محكمه الجنائيه الدوليه باعداد ملف حول انتهاكات الاحتلال في الاغوار وتداعيات صفقه القرن الامريكيه